متابعي قناة أنفاس بريس، احنا الآن تتواجدوا بوسط مدينة الدار البيضاء بالقرب من المدينة القديمة. لهذه المدينة القديمة حكايات وتاريخ طويل على مستوى العاصمة الاقتصادية، وعندها واحد 7 أبواب، لكل باب من هذه الأبواب حكاية وقصة، ولكن هناك خلط في الأسماء بالنسبة للعديد من البيضاويين وأيضا للمغاربة التي يزوروا هذه المدينة، ما بين الباب الكبير وباب مراكش، باب القباس وباب المرسى. فهذا الروبوتاج هذا غادي نحاولوا نقربوا المتتبعين، نقربوكم كمتتبعي أنفاس براس للأسماء الحقيقية لأبواب المدينة القديمة، وشنو المجهود اللي خاصو يتبدل من أجل هذا تتبين هذا التراث على مستوى العاصمة الاقتصادية. سي مصطفى، المدينة القديمة في الدار البيضاء شحال تاع الأبواب فيها؟ المدينة القديمة باعتبارها نموذج ديال الحاضرة العربية والإسلامية، بالتركيبة العمرانية ديالتها، بالحمامات، بالأفران، بالصناعة التقليدية، مجموعة من المواصفات اللي ما كاينش في المدينة الجديدة. عندها سور أولا يحيط بها للحماية، ثم من كتفرع على هذا السور هذا مجموعة من الأبواب. هاد الأبواب هادو هما على حسب التدقيق التاريخي هما 7 ديال الأبواب، منهم هذا الباب هذا اللي هو باب الكبير، ومنهم باب مراكش، باب الجديد، باب القباص، باب المريصة، باب القديم، ثم باب السقالة. هذو مجموعة ديال الأبواب 7، حسب التصنيف الدقيق ديال الأبواب كتكون دائما عندهم واحد الهيكلة عمرانية، عندهم باب كبير ثم بابان صغيران عن اليمين وعن الشمال، عندهم حراس يقومون بالحراسة، ثم يقومون كذلك إلى جانب الحراسة بالمنادات كيسمى البراح الذي يعني كي يطلق النداء يعني قبيل المغرب من كل يوم، ينادي على الساكنة بضرورة يعني الدخول والعودة من حيث من حيث من حيث كانوا، يعني باعتبار أنهم كيخرجون للتبضع للتجارة، التجارة في الخبز، في الأسماك إلى آخره، غير من المشاغل اليومية. خصهم ضروري أنهم يرجعوا قبل المغرب باش يدخلوا، كيسد الباب الرئيسي بالزكروم وتخلي أحد الأبواب الصغيرة مفتوحة باش اللي تعطل كيدخل من هاد الأبواب. أش من الحقبة هذه تنهضروا عليها تقريبا؟ هذه الحقبة يعني القديمة ديال سيدي محمد بن عبد الله، يعني هذه قديمه بالطبع، وباقي الان الابواب على شكلتها على كل حال، ولكن ما بقاش فيها الاجراءات الاولى، فهمتي؟ هذا هو جات. وعلاش كاين واحد الخلط ما بين باب الكبير وما مراكش وكذا؟ سيرتو انا ما بين باب الكبير وما البعض تيسمى هذا هو باب مراكش، الاخر تيقول لك لا راه هذا هو باب الكبير. هذا باب كبير، هو الباب الرئيسي، الباب الرئيسي ديال 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 المدينه القديمه، اسمه باب كبير، هو الباب الرئيسي، والابواب الاخرى يعني اقل منه. باب مراكش بوحده وعنده علاقه، على اسمه باب مراكش علاقه بالتجاره اللي كانت كتوجه من تما لمراكش، كانوا كيتجمعوا تما، كان وقت الالتقاء ديال مجموعه من التجار اللي كانوا كيتجمعوا تما مخافه من كريساج ومن من, من الاعتداء، كيتجمعوا تما وكيمشوا في الحافلات ديالهم وفي الشاحنات ومجموعه من العربات كتنقلوا من تما، يعني التجار ديال مراكش، لهذا تسمى السميه ديال مراكش. كما ان المجموعه من الاسماء الاخرى راه عندها علاقه كذلك بالسميه ديالتها، باب الرخا ولا باب الزرع راه كان تما هو قريب منا لحدا البازارات، هذاك من احد الابواب كذلك اللي تسمى باب الزرع، لان كان تما سوق ديال الزرع، وتسمى باب الرخا لان الزرع اللي كان كيتباع فيه تما كيتباع باثمنه رخيصه، وتسمى باب الرحى اللي كانت واحد الرحى تما. هذه كلها اسماء. باب القديم تسمى باب القديم كذلك، كان عنده اسماء اخرى، باب الحاد وباب الخوت الى اخره، ولكن تسمى في الاخر تسمى باب القديم، تا هو من الابواب القديمه ديال المدينه القديمه. باب جديد كذلك كذلك كذلك, كذلك بوحده، باب القباص نسبه الى احد الاعيان في الفتره ديال مولاي حفيد، القباص تسمى الباب بسميته، وهكذا يعني اسماء كتكون ضروري عندها علاقه بواحد الشيء اللي كيصنفها. دابا هاد الابواب هي كاينه كما قلتي باقا تدير نفس الادوار ديالها، ولكن بغينا نديروا التثمين تاع هاد الابواب هذا ونعاودوا نعرفوا بهاد الابواب، اش خصو يدير؟ هذا الدور ديال الجمعيات المختصه في التراث اولا، ثم الدور كذلك ديال الوكاله الحضاريه باعتبارها من الجهات المشرفه على مشروع ديال تاهيل المدينه القديمه تحت رعاية صاحب الجلالة، خصها هي والمجتمع المدني وجميع الغيورين طبعا على المدينة القديمة ان تكون واحد الانزال، واحد النزول للارض في صفوف الناشئة وصفوف الاطفال تلاميذ المدارس. هذه مبادرة درناها احنا في الجمعية ديالتنا، بدينا كنعرفوا الناشئة والتلاميذ المدارس بالتراث ديال المدينة القديمة،
وكاين كذلك كاين من المرافق اللي هو مركز التعريف بالتراث من المدينه القديمه اللي كان مدرسه العبد اللهويه سابقا بموحده جمال الحمراء، راه عنده هذا الدور. اولا عنده واحد المجموعه ديال العينات التراثيه داخل المركز، ثم تيقوم بهذه المساله ديال الترويج والتعريف بالتراث. مجموعه من الجمعيات كذلك اللي كدير مجموعه ديال الحملات، سيما في اليوم التراث العالمي اللي كتكون كتزامن واحد المجموعه اللي كتكون فيها التعريف بالتراث ديال المدينه القديمه كجزء من التراث ديال الدار البيضاء. سي جواد، دابا كاين واحد الخلط على مستوى تسمية اسماء تاع ابواب المدينه القديمه، انتم كمقاطعه سيدي بلوط ما تتفكروش ديروا واحد العلامه يعني اللي تضبط الاسماء تاع المدن وتكون ملصقه على اي باب من الابواب؟ فعلا هي فكره مهمه. في الاونه الاخيره في اجتماع ديالنا داخل المقاطعه ماشي غير الابواب، حنا فكرنا اننا غادي يكون واحد اللقاء واللي غادي نديروا فيه مجموعه من الاسماء اللي هي تاريخيه ديال بعض المقاومين وبعض المعالم التاريخيه وبعض انواع مثلا ديال الاشجار او داخل المدينه القديمه، لان هناك مجموعه من التسميات اللي ربما لا تروق بالمكانه ديال المدينه القديمه بما فيها الابواب اللي كنقول الابواب السبعه او الابواب الخمس، لان كل واحد عنده القراءه ديالته التاريخيه لهذه المنطقه. اذا في المجلس الحالي حنايا في القريب العاجل غادي تكون هذه العمليه ديال تثمين هذا الجانب باسماء ديال الابواب هذو. وشنو الخطه ديالكم باش نتمنوا هذا التراث؟ هو في الحقيقه تثمين هذا التراث هذا ماشي غير حكر علينا حنا كمقاطعه، لان هناك مجموعه من المتدخلين في المدينه القديمه، هناك الوكاله الحضاريه، هناك مجلس المدينه، هناك المقاطعه، وهناك الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين ديال المنطقه. الا ما تجمعوش كاملين وعطاو يد وحده على اساس انهم يطلعوا بهذا التراث هذا وبالقيمه ديالتهم، يمكننا نديروا والو، خصوصا ان سيدنا زار المنطقه اكثر من خمسه ديال المرات داخل المدينه القديمه، ودات لها ميزانيه كبيره للتاهيل ديالها، يعني هما يقارب واحد 40 ديال المليار اللي تعطات باش نصوبوا لها الجدران ديالها ونصوبوا لها الابواب ديالها ونصوبوا لها القنوات الصرف ديالها وكذا، ولكن هادشي كله باقي ما كافيش للمدينه وما عطيناش ديك القيمه الحقيقيه ديالها، خاصه ان الجهود انها تضافر ديال جميع سميتو وتصنتوا للناس ديال المنطقه وتصنتوا للناس الفاعلين فيها، لان الا اننا نتواصلوا ونطلب بعضياتنا غادي نديروا الجميل، لان باقي خاص مجموعه من الاشياء انها طيب، لان المدينه شكون اللي كيصوبها الان؟ كنجيبوا ناس اللي هما غرباء على المدينه وكنطلبوا منهم يصوبوا المدينه، وما يمكنش تصوب المدينه الا خرجتها من السياق التاريخي ديالها. المدينه القديمه في الدار البيضاء معروفه غير بهذيك الانهيارات تاع المنازل، علاش ما تكونش هذه المدينه القديمه هي الصوره الاشعاعيه تاع العاصمه الاقتصاديه؟ يعني يجوا السياح من اجل يعني المدينه القديمه كما هو كان الحال مثلا بالنسبه للصويره من المدن الاخرى في المغرب. هي فعلا الكلام صحيح، وغير هو الحقيقه هو ان السياح تيدخلوا المدينه القديمه، كاين واحد السيركوي توريستيك اللي هو الدار في اطار هذا المشروع ديال تاهيل المدينه الاول ولا الثاني، كاين مجموعه من التثمين ديال مجموعه من الفضاءات، الان كاين واحد البرنامج ديال اللي بغى يصوب المدينه يعني الدار ديالو ولا بغى يدير فيها شي مشروع، كاين مساعدات ماليه كتعطى له، كاين بعض الرياضات الان، كاينين داخل المدينه مجموعه من المنجزات الدار بحال دار الثقافه، دار يعني بزاف ديال المعالم التاريخيه اللي تيزوروها، كاين مساجد، كاينين مجموعه من الفضاءات اللي هي ثقافيه، الوغ اش كيخص؟ تيخص اولا التسويق ديالها، خاص مثلا وزاره السياحه تكون معنا، وزاره الثقافه تدخل معنا، خاص الميزانيه ديال مجلس المدينه تعطي واحد الطرف كبير، خاص الوكاله الحضاريه الان هي اللي متبنيه الامور انها تجي تعطيه الاهتمام ودير لونتروتيان ديال داكشي اللي نجزاته وتوقف عليه، دونك خاص التدخل ديال هاد الفاعلين هادو.